فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، لنجيب عليها بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وفي البداية أيها الأحبة الكرام، أسألكم بالله عز وجل أن تدعوا لأخينا الحج أحمد علام الذي توفي اليوم إثر حادث وقع عليه منذ أسبوعين، وهو في العناية المركزة، ودفن اليوم بعد صلاة الظهر. والرجل نحسبه رجلا كان على كثير من الخير، محب للتوحيد ومحب للسنة ولأهل السنة ولأهل العلم، وكان من كبار مشاهدي قناة الندى ومتابعيها. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يغفر له ويرحمه، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يجعله في أعلى عليين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأله تعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار. اللهم إن عبدك أحمد علام في ذمتك، وأنت أرحم الراحمين، فالطف به يا ربي وارحمه، وأفسح له في قبره مد بصره، واجعله يا ربنا من أهل الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، هو وموتانا وموتى المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، حتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم في حلقة اليوم على الهواء مباشرة، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. السائل يقول: جدتي كتبت لأولادها نصيبهم في الميراث، وبعد ذلك توفي أحد أبنائها قبلها، فهل يعود نصيب الابن إليها لأنها توفيت بعد ذلك؟ على العموم، هل يجوز للمورث أن يكتب ميراثه ويقسمه على الورثة وهو على رأس الحياة؟ والله إذا خاف أن يختلف الورثة فيما بينهم، أو إذا خاف أن يجور بعض الورثة على أنصبة آخرين من الورثة أيضا، كما يفعل بعض الذكور في حق إخوانهم البنات أو الإناث، فإذا خاف هذا الأمر فإنه يجوز له في هذه الحالة درءا لهذه المفسدة أن يكتب ميراثه للورثة الشرعيين الذين على رأس حياتهم الآن حسب النصيب الشرعي، وبالتالي يكون حسم الخلاف بينهم. فالجدة فعلت هذا بالفعل، لكن أحد أبنائها وورثتها مات في حياتها. في هذه الحالة ليس هناك شيء جديد أكثر من أنه إذا توفيت الجدة فإنه سيقسم ميراثها على الورثة الشرعيين الموجودين على رأس الحياة.
وإذا كان الابن المتوفى له أبناء بنين أو بنات أو خليط من البنين والبنات، فإن أبناء الولد المتوفى سيأخذون نصيب والدهم في أمه كما لو كان حيا بحكم الوصية، والوصية مستحبة عند جمهور الفقهاء، وهي واجبة عند الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى. وقد أحسن واضع القانون المصري في المواريث أن استلهم قول ابن حزم في الوجوب، فأصبح عندنا ما يعرف بقانون الوصية الواجبة. ففي هذه الحالة الأبناء إن كان عنده أبناء سيأخذون نصيب والدهم بحكم هذه الوصية الواجبة، ثم يقسم الباقي على بقية الورثة الشرعيين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. مرحبا. مرحبا بك يا شيخنا. لو سمحت عندي سؤال، لو سمحت. خيرا. أنا لبس النقاب وأنا عندي 54 سنة. كويس. لبسها يعني من 10 رمضان. كويس. ف يعني عمالة يعني الناس يعني أنا لبسها الملتزمة بقالي 32 سنة. كويس. يعني عمالة يقولوا لي بقى انت بعد ايه بعد العمر ده كله بعد ايه، يعني انا يعني كوجه يعني الحمد لله رب العالمين، فانا ايه حبيت اصطر نفسي زياده يعني. كويس. واخده تريقه وعمالة يهدوا فيا، وبعد قد ايه ده انت خلاص انت بعد العمر ده كله، ففيدني ربنا يبارك لك يا شيخ. حاضر حاضر، الله يكرمك، الله يبارك لنا في عمرك ويصلح حالك يا رب. آمين العالمين. يا رب بارك الله فيك ويبارك في قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الندى وقناتكم كلكم، ويبارك في عمركم ويحسن عملكم. الله يكرمك يا أختنا، الله يبارك فيك. حاضر حاضر، اتفضلي. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا اخ خميس اتفضل. عامل ايه يا شيخ شعبان؟ مرحبا حياك الله. ازاي صحتك يا مولانا؟ بخير والله الحمد لله، الله يكرمك. شيخ شعبان ربنا يسعدك. اتفضل يا حبيبي. قلت الشيخ احمد ناصر فين؟ احمد بخير والله الحمد لله، لسه كان معايا قبل الهواء مباشره. طيب معنا اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختنا. بصي يا حضرة الشيخ، أنا معي ثلاث أسئلة. تفضلي. طب بصي، أنا جبت خمس أولاد، بس دلوقتي الكبير فيهم يعني متزوجين اثنين، 31 وواحد 28. كويس. بس أنا ما عملت لهم في اللي هم النذر اللي بيدبوه دي ويذبحوه دي، أنا جبتش لحد فيهم من العيال. أيوه. عايز اعرف يعني دلوقتي ايه يعني ايه عملوا علي. انا معي اربع اولاد وبيت. حاضر. والسؤال الثاني يا شيخ. نعم. السؤال الثاني، المليك اللي هي فيها العرايس هي اللي بتتباع في المحلات للاطفال، حرام ولا حلال؟ حاضر. السؤال الثالث معلش يا شيخ، علمني ايه الاربع ركعات الصلاه دول التشهد اللي فيهم يعني. حاضر. عايز اتعلم. حاضر حاضر يا أختي. أنا بني قاعدة معك، الله يبارك لك يا رب ويرضى عنك يا رب. آمين بارك الله فيك. تفضل يا أختنا. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا بنتي. عليكم السلام. اتفضل يا بنتي اتفضل. كنت عايزة أسأل بس حضرتك، في دلوقتي توفى شاب مش متزوج. أيوه. ولي اخين من ابو وام ولي اخت من ابوه بس، فهل الوقت مين يورث فيه؟ والدته عايشة وولده متوفي. الام عايشة والدته عايشة؟ ايوة. ايوة. طيب يا بنت، في سؤال تاني؟ ايوة عايشة والدته عايشة. في سؤال تاني؟ شكرا. اتفضل. حاضر أبشر. الأخ السهل كان بيسأل، هل يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان؟ لا، لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا
لما تصلي الجماعة مع الإمام يكره الخروج من المسجد إلا لضرورة. افرض وهو بعد سماع الأذان بين الأذان والإقامة جاله تليفون الحق بسرعة والدتك تعبانة، فضرورة ما فيش حد يعول الأم المريضة أو الزوجة المريضة أو الابن ولا البنت المريضة، أو الحق ده المحل بتاعك لا قدر الله بيحصل فيه وبيحصل فيه، فلا يجوز الخروج من المسجد. ومعنى لا يجوز يعني يكره، ليست كراهة تحريم في الغالب عند أهل العلم، إنما هي كراهة تنزيه، لأن جمهور الفقهاء يرون صلاة الجماعة سنة مؤكدة وليست واجبة خلافا لما عليه الحنابلة وأهل الظاهر، طبعا زي ما ذكرت إلا من ضرورة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها عندها 54 سنة. الغريب أنه أخواتنا اللي في السن ده 54 و55 بعضهن فاكر أن هي خلاص بقت كده عجوزة، أبدا، ده من سن الأربعين كده لحد سن الستين ده في عز شباب المرأة، فأنت لسه لست بامرأة عجوز، ولا تعدين من القواعد من النساء، وإذا كنت وضيئة أو غير وضيئة يعني الجمال وكده، فإنه الأأمن لك والأحوط لك والأبرأ لذمتك في مجتمع يعج بالفتن والشهوات في كل جوانبه وجنباته إنك تلبس النقاب، لأن النقاب ده يستر المرأة فلا يفتتن بها غيرها، يعني هي كفت أن يتأذى بها غيرها بالنظرة المحرمة. يبقى كده أنت كتر ألف خيرك شلت الهم عن الرجال، وفي نفس الوقت لم تعرض نفسها للفتنة أنه اللي يستاهل واللي ما يستاهلش واللي يسوى واللي ما يسواش ينظر إليها من هنا لهنا. ولذلك قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى أن يعرفن إن هي ست طيبة وست محافظة على دينها وست سترة نفسها، فلا يتجرأ عليها هؤلاء السفهاء اللي رايحين جايين يتلصصوا وينظروا إلى أعراض المسلمات والعياذ بالله. يبقى أنت كده سترت نفسك وحفظت عرضك، وفي هذه الحالة أنت في طاعة وأنت في قربة وأنت في أجر عظيم عند الله عز وجل، والنقاب عمل صالح. وإذا كنت شايفة نفسك عجوزة فنخلي النقاب ده من العمل الصالح اللي نلقى الله عز وجل عليه. أختنا تقول: بس يا مولانا العيلة وعيلة العيلة والجيران والقرايب والصديقات عمالين نازلين سلخ وتريقة، انت بعد ما شاب ودوك كتاب، انت بعد ايه، انت بعد ايه؟ يا أختنا الله يكرمك، هذا الكلام لا تعولي عليه أبدا، ولا يستفزك ولا يستثيرك ولا يزعلك في شيء. ليه؟ لأنه مش هيقول كده إلا اللي مستخف بفضيلة النقاب، وده يبقى مش فاهم دينه أو تبقى مش فاهمة دينها. لما نعمل طاعة ويعيرونا بيها، بالله عليك يبقى مين اللي غلطان؟ اللي عمل الطاعة ولا اللي بيعيرونا إن إحنا عملنا الطاعة؟ يعني مثلا لا قدر الله، لا قدر الله لو إنك تبرجتي كانوا هيعيروك كده ويقولوا لك إزاي ومش إزاي، ولا كانت حاجة هتمر عليهم كده مرور الكرام؟ فأنت ما تاخديش في بالك كلام الناس، إحنا بنعمل الطاعة لله، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه ورضى عنه الناس، أما من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وسخط عليه الناس أو أسخط عليه الناس. فخليك ثابتة على النقاب، وكلمتين لا يود ولا يجيبوا لا تحطيهم في بالك ولا تزعلي منهم. وعلى هؤلاء الساخرين من النقاب ومش من النقاب والكلام ده، هم اللي يتوبوا إلى الله عز وجل ونقول لهم اتقوا الله تبارك وتعالى. هذا النقاب هو لباس أمهات المؤمنين زوجات النبي عليهم رضوان الله تعالى وعليه صلوات الله وسلامه، ونقاب الصحابيات الجليلات
لما نعمل زي النساء المؤمنين وزي نساء الصحابيات وزي أزواج النبي يبقى احنا كده مش غلطانين، بالعكس ده احنا كده في خير عظيم لا يعلمه إلا الله. فاثبتي يا أختنا على ما أنت فيه، ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا ويزيدك إيمانا وعملا صالحا، وأن يتوب على هؤلاء الساخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان الأخ برضو بيسأل في سؤال من الحلقات السابقة، يقول ما حكم الاشتراك في ذبيحة واحدة في الأضحية؟ والله يا أخي الحبيب، الأضحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة على القادر، وأجرها عظيم عند الله عز وجل، وقد وردت في فضلها وأجرها آثار وأخبار عن النبي عليه صلوات الله وسلامه لا مجال لذكرها. لكن إن كانت الذبيحة اللي هنشترك فيها من الذبائح الكبيرة، يعني هنشترك في بقرة، ماشي، هنشترك أعزكم الله في جاموسة، أيوة برضو ماشي، هنشتكي في جمل، هنشترك في جمل برضو ماشي. ليه؟ لأنه الصحابة كما ورد الحديث عن جابر بن عبد الله، وورد الحديث أيضا عن عبد الله بن عباس، إن هم كانوا يشتركوا السبعة في البقرة والسبعة في الجزور. فلو حنشترك في بقرة ممكن نشترك فيها سبع أسهم، سبع أنفار، سبع أسر، كل أسرة سهم، يعني كل أسرة سبع الذبيحة، كل ده ماشي ويجزي إن شاء الله في الأضحية. إنما لو قصد السائل إن إحنا حنشترك أسرتين بيتين في خروف واحد أو في جدي واحد، نقول لا في الحالة دي لا. ليه؟ لأنه أقل التضحية التضحية بالخروف أو بالجدي، يعني لو الإنسان ضحى بنصف خروف لا يقال أنها أضحية، ولو ضحى بثلاث أرباع جدي لا يقال أنها أضحية، بينما لو ضحى بسبع بقرة أو سبع جمل أو سبع جاموسة، النص عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إن هي إيه؟ أضحية مجزئة. فالمشاركة تبدأ في الذبائح الكبيرة من البقرة والجاموسة والإبل أو الجمل على حد سواء، أما الخروف والجدي ده عن أسرة واحدة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا مرحبا، تسمعني جيدا بالله عليك؟ حاضر أسمعك. طيب، أنا يوم ما تزوجت يا مولانا من الأرياف زوجتي بنت عمي، فتزوجت في الأرياف، فكان في سوء تفاهم في البداية، فأنا اتصلت بحضرتك امبارح كانت الشبكة تقطع، فبالله عليك أنا عايز أعرف الحكم. أنا كان كنا معزومين عند بيت عمي وصلة رحم وكده، وأنا قاعدين في القاهرة فنزلنا هناك البلد، فكانت العيلة كلها، فأنا لما جيت من عند العزومة أنا غيرت عليها، ما كانتش موجودة معايا، يعني جيت هي مش سبقت قبل مني، فأنا روحت البيت بنتكلم أنا وهي، فدخل عمي فحصل بينا اختلاف، فقال لي انت اطلع بره انت طلعها ومد ايده عليا، فانا رميت اليمين، ولا كنت اقصد بهذا اليمين طلاق ولا ما، يعني انا يعني فاكر ان انا رميت اليمين، بس ما كانش قصدي، زي زلت لسان خرجت مني كده ايه. طيب. لفظا صريحا انت كذا، انت طالق. ايوه اسمعني حضرتك، سامعك. ففي مره تانية حصلت جنبك مشكله، كانت بسبب اختها برضو، وتأخروا في المشوار، وكان سوء تفاهم كان في بداية الجواز، وبرضو رميت اليمين بلفظ ايه؟ انت طالق لفظا صريحا. اي ده كنت على يقين، وكنت يعني متعمد به الطلاق فعلا جيدا كويس، انما في مرة في الاخيرة، ولكن الحمد لله تبنى لله وربنا يغفر لنا ويرحمنا رب، سألت الدعاء بالله عليه، قلت لها المرة الثالثة انت اذا خرجت من البيت تبقي طالق، فخرجت تاني يوم راحت عند اختها، وكنا زعلانين بسبب الاختلاف برضه. هذا الموضوع ده مولانا بقاله بتاع سنتين، احنا عايشين عادي مع بعض ومفيش اي حاجة، وفي اخ فاضل خطيب المسجد عندنا، فقال لي الطلقة الثالثة دي انا يقين انها ليس وقعت، بس امسك لسانك عن الطلاق، وانا يعني ضميري مش مريحني، فعايز من فضلاتكم اخد حزما اخيرا كده ان انا يعني صح ولا غلط. طيب ابشر. حاضر يا اخي الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ. اتفضل يا أختنا. لو سمحت أصاب من حضرتك سؤالين ورجاء بس. خير يا رب. رجاء أنك تدعيلي بالشفاء. حاضر. لأن أنا عندي ورم في الثدي وعندي تحاليل وأطلب من سيادتك بس إن يكون حميد إن شاء الله. حاضر حاضر. السؤال الأول، القنوت في صلاة الفجر أنا بقول وأنا في السجود، هل يجوز؟ حاضر. الدعاء بتاع صلاة الفجر. حاضر. اللي هو اللهم اهدنا فيمن هديت. ماشي. السؤال الثاني، أنا من 25 سنة حملت في الطفل وولدته مات بعد 24 ساعة. أيوه. والطفل الثالث ولدته في السابع وبعت برضه نزل ميت. أيوه. والطفل الرابع نزلته في الأربع شهور. أيوه. مفيش إلا واحد معايا بس من الأربعة دول. أيوة. فأنا ما كنتش قبل ما نعرف حضراتكم والشيوخ كده ما كنتش بعرف الاحتساب، فما احتسبتش وما عرفش الاحتساب، فهل يجوز دلوقتي أنا احتسب ده كله لله وأنا يعني ربنا يكرمنا يعني فيهم في الجنة إن شاء الله؟ حاضر. جزاك الله كل خير يا شيخ. حاضر يا أختنا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ شعبان؟ أهلا وسهلا. يا رب تكون بصحة جيدة إن شاء الله. اللهم لك الحمد. الله يكرمك. عندي سؤالين يا شيخ. خيرا. أول سؤال لي، صديقة زوجها يتعاطى بعض المخدرات. أيوه. وبيبعتها هي تشتري. أيوه. أو بنتها أو ابنها. فبقول لها حرام يعني وكده، وأنت عايشة معاه ليه؟ وكده. فبتقولي أنا أمي ميت وأبويا ميت وما أقدرش إن أنا أتطلق منه يعني وكده، وغير ما بيزهنها وبيضربها. فهي بتقول لك أنا عايز أعرف، أنا بقول ربنا يسامحني وبستغفر ربنا لما بجيب له بشتري له الحاجه دي المخدرات دي. ايوه. ده اول سؤال. ثاني سؤال يا شيخ، عايز اعرف اجر المغسل عند الله. اجره؟ ايوه اجره، لان هو طبعا في ناس بعض الناس بيقعد على فلوس، هو طبعا بيقول لهم يا جماعه انا باخد اجر من ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. حاضر. جزاكم الله خير. وجزاكم الله. حاضر. بارك الله فيك. كان برضو الأخ بيسأل في قصة الأضحية، احنا خلاص كده عرفنا انه المشاركة لا تجوز في الجدي والخروف، انما المشاركة في البقر او الجاموس او الإبل، ممكن نشترك سبع أسهم كل واحد له سبع الذبيح. بيسأل السؤال الثاني، هل السن في الأضحية شرط صحة ام شرط كمال؟ كده اخونا ده ما شاء الله شكله طالب علم وقارئ، عشان بيسأل السؤال بمنتهى الذكاء، هل السن في الأضحية، السن المعتبر في الأضحية شرط صحة لا تجزئ إلا به، ولا هو شرط كمال في الأضحية؟ احنا عارفين ان النبي عليه الصلاة والسلام من الشروط اللي هو اشترطها في الأضاحي قال لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة الكلمة دي النبي ما فسرهاش والصحابة ما فسروهاش، إنما اللي فسرها أهل الخبرة بالبادية وبتربية المواشي والكلام ده، كما ذكر الأئمة شراح السنن والأحاديث كالإمام ابن حجر والنووي والقاضي عياض وغيرهم من الأئمة أهل الخبرة والاختصاص، قالوا إيه؟ قالوا المسنة من الضأن، يعني من الخروف والنعجة، يعني من الضأن ما بلغت ستة أشهر فصاعدا، ستة أشهر فأكثر، ومن الماعز اللي هو الجدي يعني ما بلغت سنة فأكثر، ومن البقر والجاموس طبعا ما بلغت سنتين فأكثر، ومن الإبل ما بلغت خمس سنوات فأكثر. إذن السن ورد في هذا الحديث. طيب يا ترى السن ده شرط صحة؟ بمعنى لو الإنسان ذبح جدي عنده 11 شهر يبقى لا يجزئ، أو ذبح عجل عنده 20 شهر يعني أقل من سنتين لا يجزئ، أو ذبح جمل عنده 4 سنين لا يجزئ. هناك جماعات من أهل العلم قالوا بالفعل السن شرط صحة في الأضحية لا تجزئ إلا به، ومن ذبح ذبيحة أقل من السن المعتبر شرعا لا تجزئ ولا تكون أضحية، إنما تكون لحما عاديا قدمه لأهله. لكن هناك آخرون من أهل العلم يا جماعة قالوا الواقع الآن أصبح صعب جدا. ليه؟
لان احنا بنشتري من الجماعة اللي هم بيربوا المواشي المزارع، وهذه المزارع فيها نظام غذائي متكامل للبقرة والجاموسة وللغنم وللإبل. هذا النظام الغذائي المتكامل والصحة البيطرية اللي هم بيراعوا فيها هذه المواشي تجعل العجل أقل من سنتين، وما شاء الله ما شاء الله يرمي 450 كيلو و500 كيلو و600 كيلو كمان. فالسؤال هنا، افترض جدلا أني أنا عندي بقرة بلغت سنتين لكن يا دوب عاملة 200 كيلو، إذن معضمة ونشفة ليس فيها لحم، ليس فيها وفرة لحم، وفي المقابل عندي عجل من البقر أقل من سنتين لكن ما شاء الله وزنه 400 ولا 450 ولا أكتر، ولا أيهما أولى في الذبح؟ قالوا اللي عنده أقل من سنتين بس فيه وفرة لحم، لأنه مش العبرة السن قدر ما هي العبرة أنه السن مفترض أن يكون جالب لوفرة اللحم. بمعنى أنا ابني اللي عنده 10 سنين جسمه ووزنه يختلف عن ابني اللي عنده 15 سنة، لخمستاشر سنة ما شاء الله فرق ووزنه ما شاء الله طولا ووزنه بقى أكتر، فالسن اللي أكبر مظنة وفرة اللحم. عشان كده فهؤلاء من أهل العلم يقولون والله إن كانت الذبيحة مجزئة في السن، يعني بلغت السن وفي نفس الوقت وفيرة اللحم، تجزئ إن شاء الله. إنما لو كانت وفير، لو كانت أقل من السن ووفيرة اللحم فهي طبعا تجزئ بإذن الله تعالى. واستندوا إلى حديث أبي ذر رضي الله عنه حين سئل أي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والأغلى ثمنا هو الأوفر لحما، واللي في نظر الناس كويس اللي هو الأنفس في نظر الناس، اللي وفير اللحم وليس النحيف اللي هو جلد على عظم كما يقولون. فإن وجدت ذبيحة بلغت السن مع وفرة اللحم فهذا أفضل طبعا لا شك، يبقى أنت ضربت العصفورين بالحجر الواحد، السن من ناحية ووفرة اللحم من ناحية تانية. أما لو بلغت السن لكن معضمة ما تصلحش، إنما لو وفيرة اللحم حتى وإن كانت أقل من السن شيئا يسيرا فإنها تجزئ إن شاء الله. بمعنى أن هؤلاء من أهل العلم يرون أن السن شرط كمال وليس شرط صحة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا كانت بتسأل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عندها 5 أولاد، 4 أولاد ذكور وبنت، ربنا يخلي يا رب، ما شاء الله منهم اللي تزوجوا، 2 تزوجوا. فهي بتسأل بتقول أنا ما عملتش عقيقة لحد من ولادي دول كلهم. العقيقة يا أختنا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة مستحبة إحنا ناخد أجرها والولد ينتفع بها كمان، لكن ده عند القدرة والاستطاعة. إنما عند عدم القدرة والاستطاعة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن كان إحنا عندنا قدرة وعندنا استطاعة خير وبركة، إذن أنت عندك 5 عقائق، 4 ولاد كل واحد عقيقة والبنت عقيقة. طيب ما هو أصله بيقولوا الولد له 2 والبنت لها 1، والله لو عندنا قدرة واستطاعة نذبح عن الولد 2 والبنت 1 يبقى خير وبركة. يبقى أنت حضرتك عندك ما شاء الله 4 عقائق للأولاد الذكور، تضربي في 2 يعني عندنا 8 ذبايح، 8 جديان ولا 8 خرفان، والتاسع يبقى بتاع البنت. إنما هل يجوز إن احنا نذبح ذبيحة واحدة عن الولد ولا البنت؟ آه طبعا يجوز إن احنا نذبح ذبيحة واحدة عن الولد أو البنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عق عن الإمام الحسن ابن بنته عق بشاة واحدة، ولما عق عن الإمام الحسين برضو ابن بنته أخو الحسن عق أيضا بشاة واحد. إذا لو قلنا هنعمل ذبيحة واحدة عن كل ولد من الأولاد الـ5 يبقى عندنا كده 5 خرفان. طيب ما احنا ممكن نخليها في ذبيحة كبيرة؟ جدا، انت داخل عليك عيد الأضحى هو ممكن نذبح بقرة، عجل بقر أعزكم الله، هناخد 5 أسهم للـ5 عقائق بتوع الولاد، ويبقى عندنا لسه 2 سهم في الذبيحة، نقدر نخلي 2 دول أضحية. ده احنا ممكن ناخد 1 سبع للأضحية احنا
وجيراننا ولا قريبنا ياخد الصبع الاخير، يبقى كده ضربنا العصافير كلها بحجر واحد ان شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود مرتهن بعقيقته، كل مولود مرتهن بعقيقته. متهيألي من يوم ولا اتنين كنا بنتكلم يعني ايه مرتهن بعقيقته. الامام ابن القيم يقول: مرتهن تدينه والتزامه ان احنا نذبح العقيقة بتاعته، مرتهن بره واحسانه لوالديه ان احنا نذبح له العقيقة، مرتهن صحته وعافيته ان احنا نذبح له العقيقة. فهي فايدة للوالدين من ناحية، وفائدة للابن ولا للبنت من ناحية اخرى. ربنا يعينك يا ربي وتجمع العقائق دي كلها مرة واحدة، او تعملها بالتجزئة. المرة دي نعق عن واحد من الاولاد الخمسة ولا اتنين، وبعد شهرين ثلاثة ربنا يقدرنا ويوسع علينا نعمل برضو عقيقة الواحد ولا اتنين من التانيين لحد ما نخلص، بحيث تأدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتأدي حق الولاد، عشان الولاد يكونوا اكثر برا بحضرتك يا ام، ويكونوا إن شاء الله بإذن الله تعالى في تمام التدين والالتزام والصحة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان لها سؤال تاني بتسأل عن الملابس اللي عليها الصور، بتاع ملابس الأطفال اللي عليها الصور أو لعب الأطفال اللي هي زي الدبدوب وإلى آخره، ينفع الكلام ده؟ أيوة طبعا ينفع، لأن حاجات الأطفال ديت أولا الأطفال دون سن البلوغ، فمش هنحاكمهم بقى ونحاسبهم زي كبار البالغين في الحلال والحرام، لكن إحنا معانا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصنع لعب البنات زي العرايس والحاجات ديت، تصنعها سواء بقى من القطن ولا القماش ولا العجين ولا الطين الصلصال ولا غيره، وتلعب بيها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. هي مش تعمل كده إلا لما يكون في إقرار من النبي عليه صلوات الله وسلامه بذلك. فلو الملابس عليها شوية صور الميكي ماوس والكلام ده بتاعت الأطفال ما فيش مشكلة، لكن نحاول ان احنا نعود الاطفال اللي هم المميزين كما يقولون، يعني نبدا نعملهم معامله ادق شويه، ان احنا نعودهم على الحلال والحرام. يعني احنا هنقول مثلا يعني كما قال عليه الصلاه والسلام: مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. فهنفضل بقى ندلع فيهم شويه ونجيب لهم الملابس اللي فيها الصور دي، ونجيب لهم الالعاب بتاعه الاطفال وكده، يمرحوا ويلعبوا ويعيشوا طفولتهم لحد 10 سنين. من 10 سنين وطالع نبدا بقى نعودهم بقى، عشان خلاص يبقى اتعود على الصلاه وتعود على الصيام وتعود على انه ما يعملش حاجه غلط في الحلال والحرام والكلام ده. فنبدا بقى نقول له بقى: انت خلاص كبرت، القميص ده والتيشيرت ده كان بتاعك وانت صغير، لكن انت خلاص الان كبير. نبدا نجيب له التيشيرت اللي ما عليهوش الصور ولا الماكي ماوس، ولا نجيب له الالعاب اللي تناسب سنه فضلا عما سبق. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان أختنا الله يكرمها كان لها سؤال ثالث بتسأل عن التشهد، يعني عايزة تتعلم التشهد. إحنا عندنا تشهدين في الصلاة الرباعية، صلاة الظهر 4 ركعات فيهم تشهدين، تشهد في النص وتشهد في الآخر. وصلاة العصر فيها تشهدين، تشهد في النص بعد ركعتين وتشهد في الأخير بعد الركعة الرابعة. وعندنا صلاة المغرب فيها تشهدين، تشهد بعد الركعتين الأولتين وتشهد بعد الركعة الأخيرة. وعندنا كذلك صلاة العشاء برضو 4 ركعات فيها تشهد أول وتشهد أخير، إنما صلاة الصبح ركعتين فيها تشهد واحد وهو الأخير. لو إحنا هنقول بقى التشهد الأوسط: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ده في التشهد الأولاني، يعني بعد الركعتين الأولتين من الظهر ومن العصر ومن المغرب ومن العشاء. أما التشهد الأخير هنقول نفس الصيغة دي ونزيد عليها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هنقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يبقى كده عرفنا التشهد الأوسط لحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما التشهد الأخير هنقول نفس صيغة التشهد الأوسط ونزيد عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ المتصل بارك الله فيه طبعا عنده مشكلة، مشكلة كبيرة، إن هو كثير الحالب بالطلاق. أنا زعلان، زعلان طبعا من الزوج اللي يكون لسانه منفلت بأيمانات الطلاق. يا أخي الحبيب، ما فيش بيت ما فيهوش مشاكل، حتى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها مشاكل إلى حد ما، لأن احنا متزوجين نساء والنساء بشر زي الرجال، ما هو بشر يصيب طارة ويخطئ طارة، فكذلك النساء. فلابد أن يكون الزوج يعلم أنه هو قيم البيت. يعني إيه قيم البيت؟ يعني رئيس البيت. الرئيس ده أي رئيس في الدنيا لازم يكون صدره واسع يحتوي كل اللي تحت رئاسته، إنما لو كان صدره ضيق، لو كان من النوع الغضوب اللي هو سريع الغضب، لو كان من النوع اللي بينفعل بسرعة، لو كان من النوع اللي لسانه فالت، هيسب وهيشتم وهيغضب وهيضرب وهيطلق، وده كله على حساب مصلحة البيت والولاد. ومش ده الشرع اللي ربنا أمر به، ومش ده المعروف اللي ربنا أمر به حين قال وعشروهن بالمعروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني لو فيها خصلة وحشة في المقابل فيها خصلة كويسة، فأنا هسامحها في الخصلة الوحشة عشان الخصلة الكويسة اللي فيها. ولو نلاحظ يعني خصلة كويسة قصد خصلة وحشة، يعني نقدر نقول كده كام النسبة، كام 50% إلى 50%. يعني لو أنا عندي زوجة 50% كويسة و50% مش عجباني، يبقى أنا الفائز. نعم هذه الزوجة التي إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والحسنة يا أخي تمحو السيئة، أو على الأقل الحسنة تشيل السيئة. فالزوج لازم يتعامل بهذه الصورة، خاصة إن هو متزوج بنت عمه. يعني مشكلة مع زوجته اللي هي بنت عمه هتسمع في البيتين، تسمع في بيته أبوه يزعل لأن طبعا دي بنت أخوه، وأمه ممكن تكون من العيلة فتزعل عشان برضو قربتها، وعمه اللي هو حماه الناحية التانية برضو هيزعل، ولاد عمه هيزعلوا وبنات عمه هيزعلوا، فالزعل هيمتد في العيلة، وده يأثر على صلة الأرحام. أنا لما أكون متزوج قريبة من العيلة لازم أعمل ألف حساب ليها وألف حساب للي وراها اللي هم العيلة. مش معنى كده أن هي لو غريبة أطلع أوريها المرين، لا طبعا، بس احنا بنقول القريبة ليها إيه؟ ليها دركتين، ليها الزوجة وليها صلة القرابة. فنعمل حساب أن هي الزوجة، نعمل حساب أن هي أم الأولاد، نعمل حساب أن بينه وبينها رباط وميثاق غليظ، ونعمل حساب كمان أن هي قريبتي. المهم الراجل في النهاية موقف واثنين وتلاتة يقول لها مباشرة طالق. بس أنا كنت غضبان. أيوة أنت كنت غضبان، لكنه الغضب الذي لم يذهب بلبك، الغضب الذي لم يذهب بكل إدراكك. أنت غضبان آه، لكن مدرك. بدليل إيه؟ بدليل أنه اختار اللفظ اللي هو عايزه اللي هو طالق. فالطلاق الذي يمنع وقوع الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الغضب اللي يصل بالإنسان لمرحلة الإغلاق، إنه لا داري بنفسه ولا داري باللي بيقوله ولا داري بالناس اللي حواليه. حتى لما الموضوع يهدى والمشكلة تهدى ويقولوا له أهل البيت يعاتبوه، أمه تقول له ولا أبوه يقول له إيه اللي أنت عملته يا ابني، ده أنت قعدت تقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يقول له علي الطلاق ما حصل. ليه؟ لأنه فعلا كان عنده إغلاق تماما، هو ده المرحلة اللي لا يقع فيها الطلاق. إنما لما أنا أكون غضبان، ده عرف الطلاق الغضب، يعني هو يكون بيشرب شاي ولا بيتعشى معاها ولا خارج يتمشى ولا يا رأيك أنت طالق، ما هو لازم يكون في مشاكل واستفزاز وغضب ونكد، وهي كلمة وهو كلمتين ومش عارف إيه، وبالتالي يقول لها أنت طالق. فمسألة الغضب ما تقفش عندها كتير، الله يكرمك. أنت عندك بس الطلقة الأخيرة اللي هي الطلاق المعلق،
اللي هو لو خرجت من البيت تكون طالق. وللأسف الشديد ان الزوج غلطان طبعا وميت غلطان ما فيهاش كلام طبعا، لانه احنا من صوته كده واضح انه لسه شاب يعني، يعني لما نحسب مدة الزوجية لها 5-6 سنين 7-8 سنين، فانا لما استهلك 3 طلقات في 6-7 سنين ده اسراف، ده غلو، ده ضياع. يمكن لو سأل والده والده يقول له انا بقالي 40 سنة متزوج، والدتك ما طلعتش لفظ الطلاق من لساني. وممكن واحد تاني يقول له يا ابني ده انا بقالي 50 سنة مع جدتك دي وكلمة الطلاق دي ما كانتش على لساني، انا في 7-8 سنين استهلك 3 طلقات، ده غلو واسراف وتضييع للحقوق للزوجة من ناحية والاولاد اذا كان بينهم اولاد من ناحية تانية. لكن على العموم هذا اليمين يعني نقدر نقول اللي هو فيه المخرج، ان بعض اهل العلم يقولون انه الطلاق المعلق اذا قصد به الطلاق يقع، اما اذا لم يقصد به الطلاق بمعنى كان علق الطلاق لو خرجت تكون طالق، نوع من التهديد والزجر والتخويف والمنع للزوجة ان هي تطلع، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق. أمال هيبقى عليه إيه؟ عليه أن يستغفر الله عز وجل، لأنه يجري في هذه الحالة مجرى اليمين والحلفان، فيستغفر الله عز وجل ويندم ويتوب إلى الله لأنه أراد الحلف فحلف بغير الله. ثم عليه في هذه الحالة أيضا كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا للإطعام، أما إذا لم يستطع الإطعام فعليه أن يصوم 3 أيام في هذه الحالة. لا أنسى أني أنبه وأذكر بناتنا الزوجات وأخواتنا الزوجات، الله يكرمك ما تعمليش راسك براس الزوج، مش هو غضبان ومستفز ومنفعل وانت كمان تشعلي ليه نار أكتر، أو انت تبقي زيه بتغلي ونار حمية كما يقولون. أبدا، يعني نار جنب نار ما ينفعش، البنزين جنب النار ما ينفعش، الحريق هيمتد أكتر. إذا هو انفعل خليك انت هادية شوي، إذا هو علق اليمين وقال لو خرجت تبقي طالب ما تقولولوش يمين على يمينك هخرج، أو تيجي تاني يوم تخرجي وانت عارفة انه حالف امبارح طلاق ما انك ما تخرجيش. فبرضو الزوجات بيغلطوا وبيقعوا في هذا الخطأ. إذا حلف الزوج اقفي، اقفي يعني ايه؟ يعني اوعي توقع اليمين، هد المشكلة، احتوي الموضوع عشان اليمين ما يقعش، عشان ما نخسرش طلقة، وممكن تكون طلقة تالتة زي صاحبنا ده، الطلقة عنده هي التالتة، لكن لولا المخرج بتاع أنه طلاق معلق لكان الدنيا لقدر الله يعني وصلنا إلى باب مسدود. فأنت يا أخي الحبيب زي ما أفتاك الأخ إمام المسجد تقريبا حسب كلامه، أنه هذه اليمين المعلقة إذا لم تقصد بها الطلاق فهي إن شاء الله عز وجل تقبل أن تستغفر الله عز وجل عنها، وأن تكفر عنها بإطعام 10 مساكين إن استطعت، وإلا فإنك تصوم 3 أيام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها تقول أولا ترجون أن ندعو لها بالشفاء من هذا الورم. نسأل الله عز وجل أن يجعل ورمك هذا ورما حميدا إن شاء الله عز وجل، لا يضرك ولا يسيئك، ونسأله تعالى أن يشفي كل مريضة مسلمة وكل مريض مسلم. اللهم يا رب اشفيها شفاء لا يغادر سقما، وألبسها لباس الصحة والعافية هي ومرضانا ومرضى المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بتسأل الله يكرمها، أنا القنوت بتاع الفجر بخليه في السجود. القنوت يا إخواننا اللي هو الدعاء، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يداوم على مسألة القنوت بتاع الفجر دي، إنما هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، لكن جمهور الفقهاء أنه لا يداوم على القنوت في الفجر، يعني يقنط شوية ويترك أكتر، يعني يقنط يوم ولا اثنين في الأسبوع ويترك 4-5 أيام في الأسبوع من غير قنوت. فالسنة فيه الفعل والترك، الفعل مرة والترك مرتين ثلاثة، هذا هو خلاصة مذاهب أهل العلم في مسألة القنوت بتاع الفجر. ليه؟ لأنه إحنا ما بين طرفي نقيض، هناك عند الحنفية يقولون القنوت في الفجر بدعة،
وعند الشافعية يقولون القنوت في الفجر سنة مؤكدة. والوسط هو اللي ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله، إن السنة أن يفعل تارة وأن يترك تارة أو تارتين. طيب أختنا ما بتقولش الدعاء في موضع القنوت اللي هو بعد قيامه من الركوع في الركعة الثانية قبل ما ينزل يسجد في الركعة الثانية في الصبح، بيعمل الدعاء؟ لا، هي بتخليه في السجود. لا بأس، اعتبريه نوع من الدعاء، والدعاء مستحب جدا في وضع السجود. والنبي اللي قال لنا كده عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء أو أكثروا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن بلاش أنك توظبي على اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وإن كان صيغة الدعاء به في السجود مباحة، لا أقول أن هي مكروهة ولا حرام ولا شيء، لكن لا تداومي على هذه الصيغة، إنما سيبي قلبك يلهج بالدعاء لربنا تبارك وتعالى. إيه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ده من أعظم الأدعية اللي النبي علمها لأمنا، أمنا عائشة رضي الله عنها في ليلة القدر اللي هي أعز ليلة وأشرف ليلة في السنة كلها. قالت له ماذا أقول إن أريت ليلة القدر؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اغننا بحلالك عن حرام، اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. الأدعية البسيطة اللي الإنسان قلبه يلهج بها في السجود. لكن اللي انت بتعمليه مش غلط، اعمليه مرة واعملي بالأدعية الأخرى مرات في السجود، لأنه موضع السجود إن شاء الله من المواضع المستحبة جدا أن يكون فيها الدعاء. أختنا هي نفس سائلة برضو المتصلة الله يكرمها، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر عليها الابتلاء إن هي حملت في طفل واتولد بالفعل وبعد 24 ساعة مات، وحملت في غيره ومات برضو، نزل سقط في 4 شهور ولا أكثر ولا أقل، والتالي كذلك، والحمد لله ربنا بعد كده رزقها بالولد. هي بتسأل احنا ما كناش قبل القنوات وقبل الدعوة ما تشتهر نعرف حاجة اسمها الاحتساب لله عز وجل أو الصبر والاحتساب، هل ممكن النهاردة الآن احتسب ولادي دول عند الله عز وجل؟ طبعا ممكن نستدرك اللي فات، ان ربنا سبحانه وتعالى ساعتها ألهمنا الصبر ولله الحمد والمنة، ورضينا بقضاء الله وقدره، واحنا اصلا عبيده، ويجب علينا قضاؤه وقدره من غير ارادة منا. القدر والقضاء واقع، عشان كده من اركان الايمان قال عليه الصلاة والسلام وان تؤمن بالقدر خيره وشره. واحنا عارفين ان الموت ده اجال مضروبة وانفاس معدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فاحتسبي هذا عند الله عز وجل، وجددي هذا الاحتساب الآن حتى يكتب لك في ميزان حسناتك، وأبشري وأنت تحتسبين هذا عند الله إن أولادك الثلاثة دول إن شاء الله عز وجل حيلقوك على أبواب الجنة بإذن الله تعالى، وهم ولدان الجنة، خدم الجنة مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وأنا عايز أبشرك بهذا الحديث، وبشر برضو إخواننا وأخواتنا الذين يبتلوا في بعض الأحيان بوفاة ابن ولا ابنين ولا أكثر من أبنائهم. قال عليه الصلاة والسلام من مات له اثنان من الولد، اثنين من الولد ماتوا له، كن له حجابا من النار، او كن له سترا من النار. اللي ربنا يبتليه ويموت له اثنين، الاثنين دول لما يصبر ويحتسب يكون له حجابا من النار، يكون له سترا من النار، يعني يعينوه إن شاء الله عز وجل يكون سبب في دخوله الجنة ونجاته من النار. إيه رأيكم في البشرة دي؟ المستمعين من الصحابة قالوا يا رسول الله، هو قال ثلاثة معذرة، قال الأول ثلاثة، فالمستمعين من الصحابة رضي الله عنهم يبدو أنه كان عنده اثنين ماتوا، فقالوا واثنان يا رسول الله، طب واللي مات له اثنين؟ قال واثنان عليه الصلاة والسلام. في رواية طب واحد؟ قال وواحد، اللي يموت له ولد ولا يموت له بنت، أو ولدين أو بنتين، أو ولد وبنت، أو يموت له ثلاثة زي أختنا دي، ويصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره،
أعظم الناس أجرا عند الله عز وجل إن الولاد اللي ماتوا دول وهو صبر واحتسبهم عند الله يكون له سترا وحجابا من النار وسببا في دخول الجنة. وقد ورد الحديث أنه يقال للغلام ده يلا اتوكل على الله وادخل الجنة، انت ايه المؤفك هنا في ارض المحشر امام ابواب الجنة، اتفضل ادخل الجنة. فيقول هذا الغلام الولد اللي مات وهو صغير يعني دون سن البلوغ، لا يا ربي حتى اكون مع ابواي او يكون ابواي معي او يكونوا معي. فيقال له اذهب فخذ بيد ابويك وادخل بهما الى الجنة، روح هات ابوك وامك في ايديك وتفضل ادخل انت وهم الى الجنة. فنسأل الله عز وجل ان يجعل هؤلاء الاطفال فرطا لك على الحوض وان يجعلهم حجابا لك ولابيهم من النار، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. حاضر يا عم عدنان، ابشر. استاذ عدنان كبير مخرجي القناة بينبهني ان الوقت اقترب، لكن برضو انا ان شاء الله اجاوب سؤال الاخت الاخيرة. صديقتها زوجها للأسف الشديد بيتعاطى المخدرات، نسأل الله عز وجل في هذه الساعة ان يتوب علينا وعليه وان يصلح حالنا وحاله وان يأخذ بأيدينا اليه تبارك وتعالى. لكن المشكلة مش انه بيشرب وبس، المشكلة ان اللي بيروح يجيب له المخدر الزوجة، او اللي بيروح يجيب له المخدر ولد من الولاد ولا بنت من البنات. خطر، خطر عند الله عز وجل، وخطر يا بنتي عند القانون. هب افترضي جدلا يا بنتي، انا مش عارف الزوج اللي يجازف بالزوجة ويجازف بابن ولا بنته يرميهم كده، يروح يجيب له حتة المخدر وتيجي حملة الشرطة ولا الحكومة ولا مباحث المخدرات ولا كمين من أكمنة الحكومة ويتمسك الولد ومعاه قطعة المخدرات اللي موديها لأبوه، أو البنت تتمسك بقطعة المخدرات، أو الزوجة تتمسك بقطعة المخدرات، إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ إن هي هتشيل الشيل، الولد هيترمي في الأحداث، البنت لا قدر الله هتترمي في سجن الأحداث، الزوجة بعيد عنك هتترمي في سجن النساء في القناطر، وهتتحاكم وهتتعمل لها قضية وهيصدر ضدها حكم، حكم على الأقل إذا ما كانتش بتتعاطى حكم المروج للمخدرات ده، إذا كمان ما طلعتش العملية قفشت في دماغ الضابط اللي بيعمل المحضر وعمل لها مش مروج وبس، المتاجر في المخدرات، تبقى كارثة كبيرة جدا، والباشا اللي بيشرب قاعد في البيت. خطر يا بنت إن الزوجة تطيعه وان الولد يطيعه وان البنت تطيعه، حتى لو بيبهدلكم، حتى لو بيضرب، حتى لو بيشتم، حتى لو بيهين، لما تكسروا ارادته مرة واثنين عشان ما نجازفش عند ربنا، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وان ده تعاون على الاثم والعدوان، وده غلط وحرام عند الله سبحانه وتعالى. يبقى على الاقل نحفظ انفسنا من مصير سيء عند الله ان نكون معينين له على الاثم والعدوان وشرب المخدرات، ونحفظ نفسنا ان احنا نقع تحت طائلة القانون اللي هيبهدلنا اخر بهدلة، سواء الولد ولا البنت ولا الزوجة في مثل هذه الحالة. يعني اصل هو هيطلقها، يطلقها وهي قاعدة على قلبه هي والولاد لحد ما يطفش ويشوف له صرفة، اصلي هو بيهين ويضرب، اتحملي. ليه؟ لانه اهانته هو اهون كتير من الاخرة وعذاب الاخرة، واهون كتير يا بنتي من السجن والبهدلة هنا وهنا وفي الاقسام والكلام ده كله، وتشيلي قضية وتشيلي حكم لا قبل لك به، ممكن القاضي يخبطك حكم جامد جدا، في بعض الاحيان القضاة بيتشددوا جدا في ترويج المخدرات ويدي اقصى عقوبة. هتقولي له اصل هو بيضربني وبيهني ولازم انا اروح اجيبه، ما عندوش القاضي، ما عندوش الكلام ده، ووكيل النيابه ما عندوش الكلام ده، وضابط مباحث المخدرات ما عندوش الكلام ده. فاتق الله يا بنت في نفسك، واتق الله في اولادك، لا ترمي نفسك ولا ترمي اولادك في جحيم الدنيا فضلا عن جحيم الاخره، فانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. واما الزوج فنسال الله له ولنا الهدايه والصلاح، انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه الكرام، انا تجاوزت الوقت المسموح في نهايه البرنامج، اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم
شكر الله لكم اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف، نسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسنات الجميع، والشكر طبعا موصول لفريق العمل بصفة عامة ولأخي وحبيبي أستاذ عدنان مخرج هذا اللقاء بصفة خاصة. ربنا يجازي الجميع خير الجزاء، هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألتقي بحضراتكم إن شاء الله عز وجل يوم الأحد القادم الساعة 4 عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.